في أطيب من الشوكولا، من السكاكر، من التشيبس، من الجنك فود، الفرايز، البرجرز، البيتزاز. ستوب، لأنه كمان ما في أصعب من أنه نتخلص من السموم يلي بتسببها هالمأكولات، وأكيد بتقدر تسبب كمان أمراض مزمنة بتضل معنا كل حياتنا، وأيضاً ما بيعود في عنا راحة لا جسدية ولا نفسية. بما أنه الغذاء السليم هو سر الصحة، اليوم حلقة تارجتين عنوانها الغذاء الصحي في عمر المراهقة وأثاره على النمو السليم. ضيوفنا لليوم إيفا الشحيمة، اختصاصية بالتغذية العلاجية وسلامة الغذاء، وضيفتنا الدايمة أخصائية التربية الخاصة سهير سعد. تابعونا وقرروا أنه تغيروا نمط أكلكم، نمط أكل أولادكم، كرمال لحتى تعيشوا بحياة أفضل. مرحلة البلوغ بتشكل نقطة مفصلية بحياة المراهقين، خاصة أنه بنشوف فيها تغيرات جسدية ونفسية وتقلبات نفسية، وهيدي التغيرات بترافقها بتغيير كبير بالشهية، وبتتعلق بنوعية وجبات الأكل بهذا العمر اللي هو سن المراهقة، بميلوا إلى الوجبات السريعة. بونجور يتا. بونجور، بيصيرنا اليوم كمان استقبل بالستوديو معنا أخصائية بالتغذية العلاجية وسلامة الغذاء إيفا الشحيمة. أهلا وسهلا فيك. وأيضا دايما بتكوني مرافقتينا الضيفة الدائمة سهير سعد، أخصائية التربية الخاصة. اليوم بدنا نحكي عن الغذاء الصحي بعمر المراهقة وأثره على النمو السليم. هون أكيد وقتا منقول نمو سليم منكون عم نحكي عن الصحة الجسدية وأيضا النفسية. هيك تنبلش أول شي حلقتنا، بحب أعرف منك شو يعني الغذاء السليم؟ بونجور، مرسي على استضافتكم اليوم. إن شاء الله تكون اليوم حلقة كتير حلوة نقدر نوصل فيها، وتكون كمان حلقة توعية نقدر نوصل فيها للأهل، وخصوصا للأهل والأولاد المراهقين مشاكل يلي عم نمر فيها بهذه الفترة العمرية. التغذية السليمة، تغذية الكلمة اللي يكون جسم عنا سليم لازم تكون عنا تغذية سليمة، وهيدي التغذية السليمة بتلعب دور كتير أساسي بصحة الفرد، بتعطينا بتمدنا بمستويات الطاقة، بالحالة النفسية بتزبط لنا إياها، بتعطينا حالة نفسية جيدة، بالإضافة للوقاية من كتير أمراض مزمنة. فهيدا النظام الغذائي اللي نعتمد عليه بنرتكز على خبراء التغذية لما حددوا الهرم الغذائي الصحي الماي بايراميد أو الماي بليت يلي هو طبق الأكل اليومي الصحي، كدليل لأعداد وجبات صحية متنوعة بتناسب كل احتياجات الجسم من كل العناصر الغذائية. فهذا النظام أكيد بيختلف من شخص للتاني حسب عمره. أوكي. وحسب وزنه أكيد، حسب طوله، حسب كمان إذا عم بيمارس تمارين رياضية ولا لا. يعني الدايت ما بيمشي على ولد مثل ما بيمشي على مراهق، ما بيمشي على فتاة غير عن صبي. أكيد، وفي أشخاص يمكن كمان بيكون عندهم مثل ما بلشنا وقلنا أمراض مزمنة، كمان بده يكون الدايت متلائم مع حالتهم الصحية. مزبوط. نحن حلقتنا اليوم بتهدف أنه نقول للمراهقين بطريقة يعني مخصصة أكتر هن شو الحاجات يعني الغذائية يلي مفروض تكون عم بتفوت على جسمهم أول شيء كرمال لحتى يقدروا يكونوا عم بيدرسوا بطريقة مظبوطة، لأن أوقات كتير منشوف في أولاد بيقدروا يحفظوا يمكن أكتر من أولاد، وهذا الشيء بعود أسبابه كمان لسوء التغذية يمكن. ما بعرف، هذا الشيء بدي أترك لك الجواب لك أنت تقولي لنا. هيدا موضوع كبير. فلأنه مرحلة المراهقة هي مرحلة كتير كريتيك بحياة الطفل، بحياة المراهق، فهيدا لأنه بيمرق فيها بمرحلة مثل ما ذكرت سهير، أنه بيمرق فيها بمرحلة عقلية وجسدية، تطور عقلي وجسدي، يعني من مرحلة البلوغ لمرحلة النضوج الكامل. فهيدي الفترة بتتضمن من الفرد يكون عم ينتبه على كمية وحتى على نوعية الغذاء يلي عم يتناوله بهيدي الفترة، ومثل ما قلنا انه هي فترة تطورية، فالجسم عم ينمى بشكل سريع فبيحتاج لسعرات حرارية عالية. يعني الولد يلي بعمر 8-14 سنة مش بيحرق طاقة، بده زيادة للطاقة
أقل من الولد يلي عمره 14 ل18 سنة، يعني 9 ل14 سنة إذا عم يحرق 2200 كالوري بار إكزامبل، لأنه قلنا بتختلف من شخص للتاني حسب طوله ووزنه، فعمر 14-18 سنة بيكون عم يحرق 3000 كالوري، بينما البنت بهذا العمر إذا كانت عم تحرق 2000 كالوريز هي عم تحرق أكثر بعمر 14-18 بعمر البلوغ. كمان هذا الشيء بيرجع لنسبة البروتين يلي هي كتير أساسية وضرورية بهيدي المرحلة، اللي بتساعد على تنمية العضلات، على صحة العظام، على حتى كمان تعزيز نمو صحي للشعر وللضفير للجلد، يلي هني أساسية، يلي هني أساسية حتى كمان بنمو الهرمونات بهيدي الفترة. أكيد يلي عم بيتغيروا كتير بيكونوا بهالفترة من العمر، خصوصاً هيدي الفترة. فعنا كمان تغذية كتير اللي لازم نشدد عليهم نركز عليهم، العناصر الغذائية اللي هن الكالسيوم. بعمر المراهقة تقريبا 45% من الهيكل العظمي السكيلتال ماسلز بتتكون بهيدي الفترة، فكرمال هيك المراهق بحاجة لكمية كالسيوم عالي، يعني بحدود 800-1300 ميلي جرام. لا بتقولي لي من وين بدنا ناخذهم، سبلمنتس ولا اكل؟ من هيك بنعرف انه كثير ضروري بضل بهذا العمر بالعمر تناول الحليب وكل مشتقاته من الاجبان. بس كمان بيصير في عنا، هلا حنحكي كمان لاحقا عن المشاكل اللي بتصير، لانه المراهق بهالفتره بفكر حاله انه هو مستقل، فانا ما بدي اسمع كلمه الماما، ما بدي اخذ هي كميه الحليب، ما بدي اخذ ساندويش الجبنه، بدي اروح الجا لمنقوشه زعتر او شيء اللي هي غنية بالسعرات الحرارية بس كمواد غذائية، بس ما فيها الأشياء اللي بحاجة جسمهم لإلها. إيفا بدي أسألك عشو بتأدي سوء التغذية بهيدي الفئة من العمرية بهيدا العمر؟ عنا مشاكل كتير بتودي بهيدي المرحلة. نحن ذكرنا قبل العناصر الأساسية للجسم يلي بحاجة لها، من حديد، من كالسيوم، من زنك، من فيتامينز يلي هو الجسم بحاجة لها. وان صار في خلل بهيدي العناصر، يعني اذا وان صار في خلل فيهم بنلاقي مشكله الانيميا يلي كثير بنشوفها بهيدي الفتره، يلي بتودي ل شحوب بالوجه. هيك بنقدر نعرف نحن كاهل شحوب بالوجه اذا اولادنا مثلا عندهم انيميا، نقدر اول شيء بنقدر نلاحظه باللون، اول شيء بتلاقي بلون الوجه شحوب، ضيق تنفس، ممكن يصير انحطاط، قله حركه. وهي الفتره كثير دقيقه انه يكون نسبه الحديد يلي الجسم عم ياخذها بهيدي العمر بالكميه الموصى بها، لانه بهيدي الفتره البنت بتمرق بفتره بلوغ والدوره الشهريه، فهي بحاجه لكميه حديد. صح. هي مين مسؤول اكثر بتقولي انت على التغذيه بهذا العمر؟ الولد لازم هو، يعني نحن التوعيه تروح موجهه اكثر لهالاولاد او اكثر للاهل؟ هو نحن فينا نبلش من الاساس من الولد، يعني من مجتمعنا نحن الصغير بالبيت، نكون عم فينا نعلم الولد نحن شو منجيب على البيت من غراض، شو الهيلثي تشويسز اللي ممكن نحن ننقيهم بالسناكات تاعولنا. المجتمع الصغير للولد الاهل هني بيأثروا كتير عليه، يعني أنا إذا قعدت على الطاولة على سفرة الطعام إذا كان في بيبسي، الولد تلقائيا بده يصير هو عم يتناول هيدا البيبسي. لما يروح على المجتمع، على المجتمع يعني كان مدرسة مع رفقاته، المجتمع يلي حواليه إذا كانوا عم يتناولوا سعرات حرارية عالية من فاست فود لسناكس لمشروبات غازية، كل هيدي الولد بيتأثر فيها، بصير أنا بقول أنا بدي أخذ منهم لهولي، ليش أنا ما في أتناولهم؟ خلينا هيك نقسم شوي موضوعنا. أول شيء عقليا وجسديا، كيف بيتأثر الولد؟ عقليا أو جسديا مثل ما قلنا أمراض، يمكن في عنا أمراض كتير بتأثر فيها الجسم. في مقولة بتقول العقل السليم بالجسم السليم، فنحن صحيح. شو ما عم نفوت منتجات غذائية، عناصر غذائية للجسم فهو بيتأثر فيها عقليا. يعني أنا إذا كنت عم باخد كل العناصر الغذائية يلي بتحتوي على الأوميغا 3، يلي بتحتوي على مضادات الأكسدة، يلي بتساعد على نمو الخلايا العصبية، فأنا هيك بكون عم بمنع الولد يصير عنده توتر، يفوت بمرحلة ديبريشن، فبكون عم نخفف نحن بهيدا. هلأ كنا عم نشوف نحن الآيرون، إذا فينا بليز نرجع عن ما
مري الصورة إذا في ديفيسيت بالحديد كيف الولد بحس، يعني منصير نقدر نشوف عنده مثل إرهاق، عنده ضيق بالتنفس، وجع راس، بقلة التركيز عنده، وحتى قلة التركيز. يعني مفروض يكون الأهل عن جد منتبهين على موضوع الأشياء، الأكل يعني اللي عم يتغذى فيها الولد بالبيت، والأغذية اللي فيها الحديد هي متنوعة. يعني ممكن يكون طبق بسيط يلي هو العدس، البقوليات، من عدس، من فول، من حمص، إذا ما كنا عم نلجأ للبروتينات من المصادر الحيوانية، إن كان سمك ولا دجاج ولا لحمة. هو أكيد نقسم يمكن أفضل، أكيد هو الأفضل أنه ننوع، أكيد هو رح نرجع نحكي عليهم بعدين بتيبس. نفسيا واجتماعيا كيف بيقدر الولد يكون عم بيتأثر؟ كيف التغذية بتأثر على الولد نفسيا؟ التغذية إذا كانت سيئة، يعني صار عنا سوء تغذية، صارت تحولت لنا لبدانة أو لنقص بالوزن بطبيعة مش طبيعية، هيدا الشيء بيأثر نفسيا على صحة الولد. الولد بهيدي الفترة هو سوري عم بقطشك، بس في هالصورة مثلا يلي مرقة معنا بنشوف قد ايه كئيب الولد يلي حاسس حاله يمكن ناصح قد رفقاته. هيدي الكآبة ممكن ترجع له الفرحة يمكن، بس بيخسر هالوزن. هيدي كثير معبرة فعلا هالصورة. مزبوط، واكيد بهيدا العمر يعني بيتعرضوا للتنمر من خلال رفقاتهم بالمدرسة، وهذا الشيء كثير بيأثر عليهم نفسيا بالمحيط اللي هن فيه، بصيروا يمكن يقولوا له كلمات مش حلوة حتى بحقه، فهو بيكون هون مش بالضرورة كمان يكونوا للمجتمع، أمرار مجتمع صغير يلي قلنا الأهل، مزبوط، بصيروا يواجهوا كلمات أنه نحن بعمرك ما كنا هيك، أنت كتير قليل خصية، عندك قلة حركة كتير طبع كتير قوية، مزبوط. فهن الأهل بيصيروا بيعملوا ضغوطات نفسية على أولادهم، خوفة من أنه ولدهم أنه ينحرف يصير بحالة البدانة المفرطة، ومن بعد حالة يأس، هني عم بيساعدوه بهالحالة، بس هني بيكونوا عم بيوصلوا لحالة نفسية كتير كبيرة، وبالتالي بتودي لمشاكل اجتماعية. يعني الولد لما يصير قلة ثقة بالنفس، قلة ثقة، توتر، قلق، شو العالم حتحكي عنه، يعني لما بده يشوف جارته او حدا بالبنايه يقولوا له يي انت نصحان، يي انت عم بيصير في عندك حبوب على وجهك، فهذا شيء طبيعي، مرحله بيستحي بحاله، اوقات بيصير يحب يتخبى، فبدل بالبيت. هلا رح بيكون في معنا اتصال مع ست، رح بتكون عم تخبرنا بهالمرحله المراهقه، مرحله المراهقه، عايشت تجربة، وهلأ رح بتكون هي عم بتشاركنا بهالتجربة يلي عاشتها، كيف حست الفرق قبل وما بعد ما أحد أولادها خسر الوزن. رح ناخد اتصال مع مدام نور علاء الدين. بونجور، أهلا وسهلا فيك معنا على مريم تي في. ميرسي، بحب هيك أعرف منك، حسيتي بفرق قبل خسارة الوزن عند ابنك وما بعد؟ ايه اكيد حسيت بفرق كبير بشخصيته، يعني صار هو مرتاح اكثر نفسيا، بس حدا يشوفه مبسوط، انه مين ما بشوفه بقول له صاير جسمك حلو متغير، بس عم يلبس ثيابه اللي كانوا صغار عليه وصار عم يلبسهم صار مناح، يعني بتحسيه عم ينبسط انه هو عم يتحسن، عم بيلاقي فرق، يعني صار مبسوط بحاله، تغير ولقى نتيجه. وحسيتيه صار بحب، يمكن يكون عنده ظهرات اكثر، صداقات اكثر، يحب يعني، وصار يحب، يعني هو صار يتحمس اكثر انه يطلب، ما يقبل ياكل شيء، حتى لو انا قلت له مرق هالمره شغله، ما يقبل ياكل شيء عشان يضل يحافظ على جسمه، انه يضل انه هو انه خلص مثله مثل رفقاته، انه عشان يحس حاله انه هو يركض احسن، يلعب احسن، حتى بالرياضه تحت وقت كانوا يعملوا له الرياضه كان يحس بتعب، هلا انه صار مرتاح اكثر. حلو، طب وحضرتك كيف بتساعدي بهالموضوع؟ دائما انت يعني بتكوني عم تختاري الوجبات، كيف بتختاري؟ اكيد انا نقي الاشياء اللي هن كثير بحبوها، نقي الاكلات المفضله عندهم، اوكي، يلي صحيه، وعم بعملهم اياها بس بطريقه صحيه عشان خليهم يضلوا يحبوا هن انه النظام الصحي، بس بطريقة انه هن عم ياكلوا ما عم ينحرموا من شيء بحبوه، بس بنفس الوقت عم ياكلوه بطريقة صحية. هلا انا اكيد بمساعدة الدكتورة وعن الانترنت، وهن بيسألوا شو حابين، كل شيء فيكم، بقولوا لي فينا ناكل كل شيء، كل شيء، بس انا بسوي لكم اياه بطريقه حلو. طب هالشيء صار مثل نمط بحياتكم، يعني حتى حضرتك ويمكن في اخوه بالبيت او جوزك، يعني كل صرتوا بتاكلوا بهالطريقه؟
بالأول الواحد بفكر صعب وبحس أنه يي كيف أنا بدي أعمل هيك، يي كيف بدي أتأقلم، بس مع الوقت بصير شيء كتير عادي. بالعكس يعني بصير مثل كأنك عايشة حياتك الطبيعية وهيدا أكلك الطبيعي، يعني حتى بيون وأنا عم ناكل نفس أكلهم، ما عم نميز حالنا عنهم، صرنا كلنا بالبيت عم ناكل نفس الأكل، فتعودنا كلنا، وهن ما عم بيشوفوا أنه نحن أكلنا غير وهن أكلهم غير، كما يرجعوا يشتهوا أكثر. حلو، يعني تأثرتوا كلكم بقدر أقول كعائلة كاملة بهالشي يلي صار مع الولد وخسر وزن، وحسيتوا قديش قدرتوا أنتوا تكونوا عم بتحسنوا أكيد 100%، وحتى أنا صار نمط حياتي. أكيد أنا بدي حتى الأكل قديش بيفرق صار، يعني أنا حسيت قديش كان أكلي عم يأذيهم، عم يأذيهم وعم بيأذيكم إلكم كمان 100%. أنا بدي أتشكرك كتير على مداخلتك، مرسي لإلك حبيبة قلبي، ويعطيكم العافية، ومرسي دكتورة إيفا حبيبتي، يعطيكم العافية. تعليق على هالحالة؟ يعني تحية كتير كبيرة للمدام وحتى للأب، لأنه شافوا المشكلة عند أولادهم بمرحلة كتير متقدمة، الصبي عمره 9 سنين والصبية عمره 13 سنة، عم يتضايقوا من حالهم بس ما بيقدروا يقولوا للأهل. فبجلستي أنا معهم الولد ما في يقول لبيه أنا عم بتعرض لتنمر بالمدرسة أو عم بيقولوا لي أنت نصحان، ما في رياحة نفسية مع حاله، ما في رياحة، يعني الولد بيصير بيكره يروح على المدرسة، بيبطل حابب يروح مشان ما يلتقي مع رفقاته مع المجتمع اللي هونيك اللي حيصير يقول له يي انت ناصية، او حتى ممكن تجي كمان من المعلمة بالمدرسة تطلب من حدا رشيق قوم ناولني قوم هيك انت، لانه منسيين بصيروا يحسوا حالهم منسيين. هلا تغير النمط، النمط غذائنا تقريبا لنا شيء 3 أشهر 4 أشهر مغيرين هيدا النمط وملاقيين الحمد لله فرق كتير كبير، وهيدا الشيء مأثر عليهم نفسيا، يعني صح أكيد. يعني صاروا هن بحبوا يروحوا بحبوا يظهروا بحبوا يجتمعوا، كانوا قبل انه نفضل لا ما نجتمع مع هيدا مشان ما يسمعنا كلمة او شيء، والاهل اتبعوا يعني بكل النصائح الغذائية اللي عطيتهم اياها، كانوا مستعدين يعملوا كل شيء كرمال صحة اولادهم. حلو، هلا كمان مريم تي في حبيت انه تاخذ رأي الاولاد هن، وسألناهم كيف حسوا بالفرق من بعد ما خسروا هالوزن الزائد، وكيف تغيرت حياتهم وايضا علاقاتهم مع المجتمع يلي حولهم. رح منشوف نحن وياكم مشاهدينا فيديوز عن هالاولاد. ايه اكيد تاثرت شخصيتي وصرت اشوف حالي مثل كرفقاتي، وصار عندي ثقه كبيره بنفسي، لا ما بخاف لان صرت منظمه اكلي وصرت باكل بطريقه صحيه، وانا مبسوطه كثير بجسمي. بس خسرت وزن هيدا الشيء خلاني حس حالي خفيف بالمشي وحركتي احسن، بس خسرت وزن كمان حسيت حالي انه مثل رفقاتي، بطلت اتاثر بشيء. يعني شيء حلو انه نشوف الاولاد بهذا العمر انه عندهم ثقه بحالهم وانه هن عرفوا تخطوا هذه المشكله ومبسوطين نفسياً. بجسمهم نفسيتهم مرتاحه، قدروا ياخذوا يعني قرار وقدروا كمان يواجهوا المجتمع. يعني بهذه الفتره العمريه قليل ما يكون في عند الولد اراده، لانه صحيح. كل شيء موجود قدامه، صح. من كانديز شوكليت كيك، فكل شيء موجود، صح. قدامه، لو ما الولد مأثر نفسيا ما كان عنده هيدي الإرادة، لا أوكي أنا أمشي بكل الخطوات اللي بدكم إياها، يعني ما كان هالقد تشجع لحتى ينفذ. أكيد. مزبوط. طيب بدي أسألك شو هي أسباب اللجوء مثلا للأكل اللي من برا، يعني الأكل السريع، ليش الولد يعني هلا أوكي هو شيء بشهي ويي طيبين، بس نحن ليه منلجأ لهيدا؟ شو هي المراحل اللي بتخلي الولد يلجأ دايما لهيدا الأكل؟ اول شيء مثل ما قلنا مرحله المراهقه، فالولد بهذا العمر بحب الاستقلاليه، فانه انا ما بدي الاكل يا ماما طبخت لي اياه، بدي اطلب دليفري. كان مع رفقاته فبده يعمل مثلهم كمان، انا صح. ظاهر مع رفقاتي بحب يعمل مثلهم، فانا قلت. بدي اقلدهم، بدي يصير مثلهم كرمال حس حالي مثلي مثلهم، انه بطلت انا ولد فانا صرت راشد. فطبيعي بهيدا العمر بيروح فاست فود مع رفقاته، بيلجأ للوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية، وهذا الشيء كمان بيؤدي للبدن المفرط. طب بالنسبة للعصبية شو فينا نقول نحن العصبية والنصاحة؟ يعني انه امرار بيقولوا لنا انه انت ناصح لانك بتعصب كتير، وامرار العكس لانك كتير بتعصب بتحرقي ما بتنصحي.
هن بالفعل مربوطين ببعضهم. هي بترجع كمان لنوع الجسم والشخص هو ذاته، لما بيكون بفترة ستريس توتر وهيك بيلجأوا للأكل مثل فشة خلق. يعني شو بدنا نفش خلقنا؟ شو ما طلع بوجنا من أكل نفتح البرد ويلا بناكل، وما بناخد وقتنا ساعتها بتحضيره، بصير يلي بيطلع يلي موجود. من هيك هون يمكن دور الأهل المهم أنه ينوجد قدام الأولاد الهيلثي تشويسز. من بعد هيك خبرتك بهالمجال، بتحسي أنه هلأ صار في أكتر حالات بدانة بأيامنا؟ يعني بهالسنتين يمكن مع الأعداد بالبيت وكورونا كورونا، ويمكن كمان الحالة الاقتصادية أثرت كمان على النوعية. هلأ للأسف الحالة عم بتزيد، وبما أنه هلأ نحن بلبنان معنا هلأ الدراسات الحديثة والمتطورة والاستاتستيك لأعطيك الأرقام المضبوطة، بس هذا الشيء نحن بنشوفه نظريا يعني خلال المراهقين باللي حوالينا أو بالمدرسة يعني وين ما كنا متواجدين. فهذا الشيء اكيد اكيد زاد. وما بدنا ننسى كورونا اثرت كثير نفسيا وجسديا، يعني اذا كان عم ياخذ درسه اونلاين مش بس القعده، عم ياخذ عادات غذائيه، طريقه الاكل تغيرت. بده يمارس مثلا لعبه او شيء، ما بقى في نشاطات بدنيه يساويها خارجيه ليطلعوا بالطبيعه لحتى يلعبوا برا، ما بقى في تغيرت طريقه الحياه كلها. هلا مجهزه بالماشينات الرياضيه لنقول انه الولد بهيدي الفتره كان عم بيمارس تمارين رياضيه بالبيت، فالحجر كمان كثير اثر. واكيد هذا البداني بعد لسنتين لقدام رح نلاقيها بمستويات اعلى. هل انت مع انه نقطع السكر من البيت مثل ما بيقولوا في سمين ابيضين، السكر والملح؟ هلا ما في شك انه الاطعمه الغنيه بالسكر هي طيبه ولذيذه والولد بحب يتناولها. مثل ما قالت المدام وذكرت، انا ماني حارمتهم، انا برافو عطيتهم كل شيء. هذا اهم شيء كرمال الولد يضل مسابر. لانه تجي انت لولد عنده بدانه تقولي له فاست فود ممنوع، برجر ممنوع، الشوكليت ممنوع، هذا ممنوع، فبيجي لفتره انا ما قادر كمل هيك، وهو معود على نظام معين فممكن يصير عنده دوخه استمرار وهيك. فمنفضل نكون قطع السكر يكون تدريجي، لانه الجسم هو كثير ذكي فبيقدر يعمل ادابتيشن لحاله، فبيكون عارف انه نحن عم بس مش فجائي. اكيد ما فينا نعمل. يعني مفروض يكون تدريجي، بس كل عم تبعتوا اكل عاده بتصيروا تخففوا شوي شوي الكميات تبع السكر، او خلاص بتمشوا بطريقه اكل معينه ليتعود عليها الشخص؟ اذا كان مريض سكري او بيعاني من مرض السكري نوع ثاني بهيدي الفتره، فبنضطر هذا الشيء كرمال نحن نعالجه. بس انا بركز مع انه ننزل تدريجيا بكل شيء، مش بس بالسكريات، يعني كرمال ما نعمل شوك للجسم والولد او المراهق يكون عم يتابع معنا يتأقلم مع الوضع. نحن كيف فينا نعرف انه هن بمرحله زياده وزن ولا بدانه؟ كيف بنقدر نميز بيناتهم؟ في عندنا مؤشر بنستند عليه بالعاده، عندنا نحن البي ام اي البادي ماس اندكس، يلي هو الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر قسم الطول بالمتر. نتيجته نحن بنشوفها على هيدا المؤشر، على هيدا عم يقطع معنا على الشاشه. فلما بتكون المؤشر من عمر بمعيار 80-85 نحن بوزن زايد، بينما لما يكون المؤشر 90-95% وما فوق نحن بمرحله بدانة. ولما يكون اعلى كمان، لانه هيدي بتصير ببدانة مفرطه. بدي اشير كمان انه هيدا مؤشر كثير اساسي نحن بنعتمده عند المراهقين، بس بفضل ما يكون هذا عائق عند الاهل او عند المراهق، لانه هي فتره تطوريه، مرحله نمو جسدي سريع، فهذا الرقم هذا المؤشر رح يتغير مع الوقت. بس اهم شيء هون دور الاهل ودور اخصائيه التغذيه اذا عم بتتابعوا كرمال نلاحقوا بهيدي الفتره نوصل لوزن سليم من دون عوارض سلبيه. طب حكينا هلا عن المشاكل، وحكينا كيف بنقدر نعرف انه عم يتخطوا المراهقين الوزن الصحيح، وكيف بيقدروا يتاثروا جسديا عقليا نفسيا، بس خلونا هلا هيك نعطي بارتي نقدر نحكي عنها، شو هي الاطعمه الجيده بهيدا العمر؟ اوكي، ونعطي كمان مثل كان في صوره رح تمرق معنا مثل تقسيم كيف نقدر نقسم المأكولات بالنهار كرمال لحتى نكون عم نقدر نحافظ على الأكل الصحي لأولادنا، ونكون عم نعطيهم الأشياء الأساسية يلي هن بحاجة إلها.
هيدا الصورة كيف مقسمينها؟ هيدا هو الماي بليت، هيدا هو الطبق الأكل اليوم اللي لازم نعتمده على الترويقة، على الغداء، على العشاء. كل العناصر الغذائية لازم الفرد ياخدها. هيدا الصحن مقسم النص لفاكهة وخضار، يلي لازم تكون الفاكهة والخضار متنوعة. كل ما كانت ملونة أكثر، الرينبو سايد يعني، تكون كل ما بتعطي فيتامينز أكثر، كل ما كان فيها غنية بفيتامينات ومعادن أكثر. البارت الثاني اللي هو مقسوم بين النشويات والبروتينات، وهم بنركز بهيدي الفترة العمرية تكون النشويات اللي عم نتناولها نحن نشويات القمحة الكاملة يلي بتمد الجسم بالطاقة لوقت أكثر. عنا البروتينات كمان إن كانت حيوانية ولا نباتية كيف نعتمدها، وما ننسى أكيد كوب الحليب إذا ما تاخد على الترويقة على الفطار، يكون بديل لوجبة لبن، كوباية لبن على الغداء أو على العشاء كبديل. في عنا كتير أطعمة كمان بتزيد لهم النمو الذهني للأطفال بهذا العمر، يعني عنا الحليب كامل الدسم. بيقولوا أنا هون تذكرت شيء هيك دايما كنا نسمعه، السمسم، بيقولوا السمسم فيه مظبوط كالسيوم أكتر حتى من الحليب، بنسبة شوي عالية، حتى فيه بس نسبة زيوت عالية، فعطول هيدا منفضل نحن الهيلثي تشويسز. من هيك بتروحوا على الحليب والياغورت واللبن أكتر. اوكي. لانه كنا حتى من احنا وصغار نربى على فكره انه كله زعتر، لانه باول ذاكره طلع انه الزعتر ما فيه شيء، هو السمسم يلي بقلبه هو يلي مغذي. في عندنا كمان الفول السوداني، زبده البينات باتر، هيدي الدهون الغير مشبعه يلي فيها بتساعد على تحفيز الذاكره وعلى النمو الذهني وتظبيط الخلايا العصبيه. يعني هيلثي البينات باتر. انا هيدي بنصحها للاولاد تكون سناكس مثلا مع التوست مع البنانا. فهيدي بتكون بس بنصح كتير، ما هيك فيه كتير سعرات حرارية أكيد، بس إذا عم نلتزم نحن بالكمية، نحن ما فينا نحرم حالنا من كل شيء، فينا ناخد من كل شيء، بس أهم شيء نلتزم على الكمية للجسم بحاجة لها. يعني أنا إذا أخذ تي سبون من البينات باتر مع وان بانانا، هيدي عم ياخد هيلثي سناك بيفيده وبحسن له الإدراك العلمي بهذا العمر، أكيد مع شوية مكسرات نية اللي بتحتوي على أوميجا 3 فاللي بتساعد على تحسين الذاكرة وكمان على تقوية ال. بالكلام على البينات باتر كمان حبيت أسألك عن الرايس كيك، هلا كتير بحبه لأنتو سبريد على ايه فينا نوع نحن بنشوف كثير فيهم سعرات حراريه قليله، الرايس كيك يعني 15 كالوري غذائيه كثير عاليه، فعشان هيك سعراتها الحراريه كثير قليله. فينا نحط كتشويسز بس ما فيها شيء مؤذي، ما هيك الرايس كيك يعني هي افضل يمكن للناس اللي عندهم زياده وزن تنصحوا أوكي فيها اكثر. اوكي ايه مش غلط. حابه بعد اسالك الديلي بليت يلي شفناه سوا مرق معنا على الشاشه، اذا فينا بليز نرجع نمرقه لنعرف عن شو عم نحكي، هيدا كمان بيقدروا الكبار يتبعوه او هيدا بيفرق بالعمر؟ يعني للمراهقين مفروض هيك يكون، وللاكبر سنا او الاصغر سنا بيختلف؟ هلا هو هيدا البليت، هذا نحن اللي بنعتمد عليه مثل ما ذكرت اول شيء لنعتمد نظام غذائي صحي للكل، يعني هو مش بس للمراهقين بس، بينما كمان لنا للالدري للادلتس كمان. فهو بس كرمال نحن نقدر كيف نقسم وجباتنا، يعني البلان كامل ما يكون بس بيحتوي على نوع واحد، بس نوع واحد تنوع، لازم يكون في عنا تنوع كرمال ناخذ كل العناصر الغذائيه اللي نحن بحاجه لها. يعني ما ناخذ نحن مصدر واحد يلي هو نشويات او بروتينات بس، نحن لنكون بصحه سليمه لازم نكون نحن عم ناخذ كل العناصر الغذائيه، ان كان للاولاد للكبار وحتى للمسنين اكيد، بس يمكن بيتعدل هذا البليت بين الاهل واولادهم حسب شو بحاجه. تختلف بين ترويقه تختلف بين ترويقه بين غدا بين عشاء حسب كيف مقسمين الكالوريز. يعني انا اذا بيطلع لي اخذ نشويات على الغدا بكميه فلقه خبز او تلت كوب رز او كوب باستا، ما بتطلع لي نفس الكميه على العشاء. فالكميات بتختلف حسب تنظيم وجبتنا. شو رايك بالسبلمنتس وقتها بنعطي مثلا اكستراز فيتامين دي فيتامين اي، نعطيهم كالسيوم حبوب، هل انت مع او ضد؟ مش غلط،
بس انا بفضل انه نكون احنا عم ناخد الفيتامينز تاعولنا من خلال الاكل. يعني اذا نحن اكلنا عم يحتوي على كل العناصر الغذائيه من فيتامينات، يعني اذا كالسيوم فهو موجود بالحليب، بالجبنه، باللبنه، بالسردين، بالسمك، فانه هو اوريدي موجود بالمنتوجات الغذائيه. يعني بفضل اخده انا احسن ما نفوت كلمه مش بس جسمنا. انه كالسيوم عم باخده، عم باخد معه مغنيسيوم، بوتاسيوم، عم باخد عناصر غذائيه كامله، احسن ما فوتوا سبلمنتس لحاله. حلقة يعني أخذنا منها كل اللي منحب يعني نعرفه عن هالوضع، بس أكيد بحب أختم بتيبس معك لحتى كل المشاهدين الأمات وحتى المراهقين يعرفوا شو الأشياء اللي لازم يكونوا ماشيين عليها متبعينها وعم يتناولوها كرمال لحتى يقدروا يكونوا عم بيأمنوا الصحة الغذائية لجسمهم، وخاصة مثل ما بلشنا وقلنا بفترة النمو هيدي. هلأ نصايحي هي ما بتعتمد بس على المراهقين اللي عندهم بدانة، بينما كمان على المراهقين يلي هن بصحة سليمة أو حتى عندهم أوفر ويت. أنا بركز أكتر شيء بفترة المراهقة على وجبة الإفطار. التربية كتير أساسية. في عنا كتير أولاد breakfast is champion's meal. فالتربية كتير أساسية. في كتير أولاد خلص ما لهم رغبة ياخدوا التربية، بيعملوا سكيب لها، بيروحوا على الفرصه على وجبه دسمه كثير، بيكون عندهم شراهه بالاكل بطريقه غير طبيعيه مجيعه. فشو ما طلع بوجههم بدهم ياكلوا. اون بلس نحن اذا عملنا سكيب للترويقه هذا الشيء بياثر على ميتابوليزم تعول الولد، وثاني شيء بتاثر له على قدره الاستيعاب والتركيز عنده بالصف. فنحن كرمال نتفادى هذا الموضوع منفضل انه نكون عم نتناول وجبة الافطار بطريقة سليمة، نكون كمان عم ناخد كل العناصر الغذائية اللي نحن بحاجة لها. يعني ما علينا ندخل على ترويقتنا تفاحة، خيارة، عم ناخد نحن الفاجتبولز والفروتس اللي نحن بحاجة لهم. وما بدنا ننسى كمان الزيوت الصحية، إذا حطينا بالساندوش مع زيت زيتون أو إذا أخذنا زيوت صحية من خلال المكسرات النية كمان جوز، لوز، اكيد مكسرات نية ما منضف لها ملح او شيء، واكيد كوب الحليب يلي هو كتير اساسي. ما بدنا ننسى كمان شرب المي بكميه كتير منيحه للجسم، بدل الجسم هايدريتد كمان احسن للجسم. بحاجه كمان نمارس تمارين رياضيه بنشدد عليها حتى لو بالمدرسه، لازم نغتنم الفرصه لو ربع ساعه هي فرصتنا نكون عم نمارس تمارين رياضيه اذا ما معنا وقت حركة. بالبيت يعني على القليله 3 مرات اسبوعيا، هيك بنكون عم نتفادى مشاكل كثير، مش بس البدانه، مشاكل هرمونيه، مشاكل كمان بالكارديوفاسكولار ديزيز، بالسكري نوع ثاني اللي بنشوفه عند الاولاد. فالرياضه شيء كثير اساسي بهذا العمر. واكيد بالتيبس بدنا نزيد انه ما تتوجهوا بقى لاكل الجنك فود، اكيد نستبدل اكيد بطرق مظبوط واطيب، بس اطيب وسريع وما بنتعذب بتحضيره، واوقات ببين لنا انه خبز ولحمه وسالد. ايه بس هي اذا بتفوتي بس ابدا هي منا هيك، الديتيلز فيها غنيه بسعرات حراريه كثير عاليه. حابه بعد هيك استفيد من وجودك معنا اسالك عن البالم اويل، كتير بخوفونا من البالم اويل للولاد يلي موجود بالنوتيلا وباغرب الاشياء يلي بنقدر نعمل سبريدنج فيها. انا ماني كتير مع استخدام البالم اويل ولا الكانولا الاويل كتير يعني بطبخنا او حتى شو الافضل يستعمل؟ بفضل انا زيت الزيتون يلي هو هلا صحي عنا، هو يلي نكون عم نستعمله. في عنا الافوكادو اويل بس هو بالوضع هلا الاقتصادي اللي عنا صارت اسعاره كثير صار غالي، كثير عاليه. ودوار الشمس نحن بنلاقي اكثر شيء كمان زي دوار الشمس. هلا اكيد الاستعمال بكميات قليله معتدله ما رح تعمل ضرر. يعني اوكي انا اذا عملت سبراي او حطيتها بالفرن انا هيك بكون كمان عم بستبدل الاشياء المقليه باشياء صحيه. إيفا شحيمة، أنا بدي أتشكرك اليوم لوجودك معنا ولكل هالمعلومات يلي عطيتينا إياها. إن شاء الله نكون قدرنا فدناكم مشاهدينا وتقدروا تكونوا أخذتوا قرارات سليمة لأولادكم ولحالكم بالنسبة لكل الغذاء يلي عم بيدخل جسمكم. قرروا اليوم أنه تغيروا، قرروا أنه تقولوا
نحن بدنا ناكل هيلثي كرمال حتى نساعد جسمنا طاقتنا وعقلنا يكونوا بحاله افضل. سهير مثل العاده وجودك معنا دائما كمان بيساعدنا نفهم الامور بطريقه افضل. شكرا لكم معنا. ميرسي. انا بدي انهي بهيك جمله وقلكن لن تصل لجسم سليم معافى من الامراض والاوبئه حتى تتناول جميع اصناف الاطعمه باتزان دون تكثير او تقليل. يعطيكم العافيه ومنشوفكن بحلقه القادمه.